حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، هناك ايضا من الجانب الاخر بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم انضم السيد عبد الله بن المسافري، بينما اللي في المركز التاسع او المركز التابع اللي هي هنا لسمو الشيخ بن محمد بن راشد سعيد مكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير في التضمير. هنا شعار العاصمة قادما ليحتل المركز العاشر مشاهدين الكرام، وهو على ظهر من عطوها اسم، اطلقوا عليها اسم حمد، شوف الاسم الضبي، يا سلام الضبي لهجن العاصمة وبقيادة السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هذه واحدة من اسماء هجن العاصفة العملاقة، ونحن ننتظر ونترقب وننصح بترقبها في الامتار الأخيرة والمهمة. هذا نداءنا أيها الأخوة مشاهدي الكرام مستمعينا الأعزاء لأول نداء لأول عشر أسماء انطلقت على أرضي المرموم تحفة ميادين، حيث أطلق عليه هذا الماء شكله لهن جميل. أيها الأخوة نعود مرة أخرى أيها الأخوة إلى مقدمة هذا الشوط لنشوف ماذا حدث من جديد. لا تزال مشاهدي الكرام مسيطرا على مقدمة هذا الشوط اللي تصارع الريح رفيقاتها في هذا الشوط في اليوم في رياح باردة، بين أن هب البراد والشتا جانا، ويا مرحبا بالشتا، ونقول الله يعين ويوفق الجميع. هج العاصفة وتيجان السيد حمد بن حمد بن غدير في منافسة مع قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد أيضا، وأيضا سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، الأخوة الثلاثة اللي يقدمون هجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، بينما تيجان هي من تحت المقدمة الخاصة بهجن العاصفة، وكذلك ثانيا فزعة أيضا لهجن العاصفة، ويضمنه الثنتين حمد بن راشد بن غدير، ثالثة من الجانب الآخر برهان لسمو الشيخ حمدان بن محمد، واحد من شعارات سموه القوية واللي ما غابت عنها الشمس يقدمها سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. هنا علي بن راشد بن حمد بن غدير مقدما شعار أيضا من شعارات سمو الشيخ حمدان في المركز الرابع، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد واللي هو علي بن راشد بن حمد. يا سلام، المركز الخامس نرى بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع السيد بن العرطي، وصلت هجن العاصفة في المركز الخامس. في المركز الخامس اللي هي مثايل وبتقديم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير نقلة إلى سادس المراكز، لنراها ملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمع عتيج الرميثي المسؤول عن هذا الشعار، ونحن نشكر جزيل الشكر على هذه المشاركة أبو خليفة في ميدان المرموم وتمثيل هذا الشعار. المركز السابع هنا بن صوغان فن في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر عبد الله بن سالم المسافري، وننتظر الفن الجميل من فن. يا سلام يا المسافري، الله يحييك ويحيي شبابنا المضمرين، ونتمنى لكم التوفيق جميعا. ابو علي مركز اليوم، بينما العوده الى ندائنا والى ثامن المراكز، هنا ايضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وهملوله مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ياتي شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد المكتوم على ظهر الشاهينية مع السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير في المركز التاسع المركز العاشر. يبدو ان هجن الرئاسة حاضرة واذاعة اولى لهذه الهجن الكبيرة مشكورة، مع ايضا مشكورة هناك مضمر خطير مميز عيسى بن احمد بن مايد الخيل. الان وصلنا الى 1400 متر على خط النهاية مع رقص المحليات، كأن الشوط ارتاح يوم الهواء صار معاه يوم الهواء، يعني الآن الريح تسابق الريح اللقاية، اللقاية اللي يسابقنا الريح، متجهات المحليات متجهات المحليات عند 1200. يا سلام يا سلام، فزعة وتيجان، تيجان حاضرة وفزعة فزعت للمقدمة، انطلقت تطلق عنانها الواثق حمد بن راشد بن حمد. يا سلام
سلام يا سلام، هجن العاصفة مسيطرة على مقدمة الشوط، تتراقص مشاهدينا، تتلاعب في المقدمة، تبرمج الأمور، تتمكن من المراكز الأولى كما تشاء. تيجان تعود إلى مقدمة الشوط من الجانب الآخر، ولكن هنا قدوم خطير، الخبير قادم بشعار بن صغان لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يا سلام مسري قادم يا الواثق، الله الله الله. في المركز الثاني الآن، المركز الثالث فز عليه هجن العاصفة ومع الواثق حمد بن راشد حمد بن غدير، المركز الرابع برهان لسمو شيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم ويضمنه سعيد بن راشد حمد بن غدير هملوله. في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بزايدان هيان مضمر هيام عبد العتيج الرميفي، ولكن عودة إلى تيجان، تيجان 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 اللي اتوجت اتوجت بالناموس، ولكن فزعه يا سلام يا سلام يا سلام، فزعة فزعت انطلقت اندفعت انطلقت إلى مقدمة شوط إلى مركزنا الأول في التميز، معلنت وجودها من أهم ومن أقوى المتميزات هذا المساء، فزعة لهجن العاصفة. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حفظه الله ولي عهد دبي أينما كان، على فوز فزعة لهجن العاصفة وللواثق حمد بن راشد بن غدير. ثانيا وصلت برهان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ثالثا تيجان لهجن العاصفة، والمركز الرابع هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايدان هيان، الخامسة بنت صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. يا سلام، بشوف التوقيت، هذه هي فزعة اللي فزعت مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، واختطفت المركز الأول في أول أشواط التميز لأصحاب السمو الشيوخ هذا اليوم. 9:36.05 من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة العملاقة، وتهانينا لمضمر فزعة السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي وصلت ثانيا برهان. يا سلام، ما أجمل هذا البرهان في المركز الثاني الجميل، تقدم توقيت مميز 9:37 و4 من الثانية مع مناطحة الرياح في حوالي 5 كيلومترات، رياح باردة جميلة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، تأتي تيجان لهجن العاصفة من الجانب الآخر قاطعة 6 كيلومترات ب9:37 و5 من الثانية. هذه مشاهدينا الكرام نتائج شوطنا الأول الخاص بالإذاعة أبكار المحليات الأصايل. ينطلقنا المهم جنات قبل قليل مع 6 كيلومترات أخرى، نحن نتمنى التوفيق لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وهذا سن يتميز برموز عديدة.